جاهزين ان شاء الله نبدأ. كل واحد مجهز معاه ورقة وقلم. اوكي تو تيك نوتس. نكتب ثلاثة ونبدأ ان شاء الله. طيب ممتاز. انا هبدأ اول حاجة هتكلم فيها على النستد لوبس. نستد لوبس ببساطة اللوب العادية خالص. عندي فور لوب عادية خالص، دايما تبدأ from simplicity to mastering. لما أقول فور لوب عادية خالص for integer i equal 1 i أقل أو تساوي 3 i plus plus i plus plus لما اقول له system dot out dot print الصوت واضح يا جماعه؟ لما اقول له اكتب لي نجمه very simple ان هو هيرسم لي ايه على الشاشه؟ هيرسم لي ايه؟ هيرسم لي ثلاث نجوم جنب بعض. حلو؟ بقول له ابدأ من واحد لحد ثلاثة كل مرة ارسم نجمة. طيب لو كنت قلت له system out dot print ln، لو جيت انا كنت قلت له ln print ln، قلت له مثلا هنا ln، كان هيعمل ايه؟ كان هيرسم ثلاث نجوم تحت بعض بالشكل دوت. اوكي يبقى اللوب ديت هدفها انها ترسم ثلاث نجوم، سواء الثلاث نجوم دولت كانوا بالعرض او الثلاث نجوم دولت كانوا بالطول. اوكي لو الصوت يا جماعه كل سمع صوتي بوضوح يكتب على واحد عشان الناس تاكد ان الاغلبيه الصوت عندها واضح. اوكي طيب لو تخيلت معايا قلت لكم يا شباب اعمل لي اللوب ديت، اعمل لي كده اللوب ديت، اعملها لي خليها لي تتنفذ مثلا اربع مرات وكل مره تنزل سطر جديد، هيبقى الشكل عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. اهي اللوب اللي بره ديت، اللوب اللي بره ديت for integer x equal 1 x اقل من 4 x plus plus هدف اللوب اللي بره ديت انها تكرر اللوب اللي جوه ديت كام مره؟ أربع مرات. يبقى أنا دايما عايزك تفكر لما تيجي تفكر في النستد لوب، أول حاجة تعمل اللوب اللي جوه، فكر فيها. وتتخيل إن اللوب اللي بره اللي حاجة بتقول لي نفذ الكلام دوت كام مرة؟ أربع مرات، خمس مرات، ست مرات أو وات إيفر. أوكي؟ يبقى أول حاجة بعمل اللوب اللي جوه وبفهم كويس هي هدفها ايه. اللوب اللي بره ما هي الا حاجه بتكرر اللوب اللي جوه كذا مره. اتفقنا كده يا جماعه؟ دوت الاول خطوه في التفكير. اتفقنا؟ كله يا جماعه تمام معايا؟ طب افرض انا ما عملتش system dot out dot print، لان يعني system out dot print تعتبر تبع اللوب الايه اللي جوه. يعني افرض انا ما عملتش system out dot print ديت، هيحصل ايه؟ اللي يحصل ان هو كان هيكتب الاربع نجوم ورا بعض كده اهوت، كان عاملهم كده ورا بعض، تلاتات كده ورا ايه؟ ورا بعض، كانش عاملهم تحت بعض.
اعملهم كده ايه ورا بعض اربع مرات. اوكي اتفقنا يا جماعه؟ اوكي يا جماعه. طيب فاعملهم كده ورا بعض، طبعا اعملهم ورا بعض اربع مرات، لكن لما اعمل سيستم اوتو برنت بقول له بعد كل مره تنزل سطر جديد، عشان كده بينزل سطر ايه؟ سطر جديد. اوكي تاني، لو ما كنتش عملت سيستم اوتو برنت كان معناها ايه؟ ان هو كان هيذبحهم جنب بعض، هيذبحهم كده جنب بعض اربع مرات، طبعا لسه في هنا ايه؟ مره رابعه. لكن سيستم اوتو برنت هدفها انها بتذبحهم ايه؟ تحت بعض. اوكي كان هيطبع اربع مرات جنب بعض، يعني فايل سيستم اوت برنت ان هي بعد كل تلات نجوم بتنزل سطر الايه؟ سطر تحت. لو مفيش سيستم اوت برنت هيطبعهم كده ايه؟ كل مره ورا بعض. اوكي طيب تعالوا بقى نتفق شويه اتفاقات. خلاص اللوب اللي بره ديت، اللوب اللي بره هنسميها اوتر لوب. اللوب اللي بره هنسميها اوتر لوب، هنسميها اوتر لوب. هعيد تاني. اوكي الاوتر لوب دي هدفها انها تعمل الروز، تقول لي عندي كام رو. اوكي الانر لوب الانر لوب هدفها انها تدرو every رو، ترسم كل رو. يبقى اللوب اللي بره بتقول انا عندي اساسا عندي كام رو، عشان ارسم كل رو اللوب اللي جوه هي اللي بترسم كل رو. اوكي يبقى الاوتر لوب هدفها انها ترسم الروز، واللوب اللي جوه بترسم كل رو من جوه. بمعنى ايه؟ لو انا قلت لك مثلا وفي الرسم، افرض مثلا قلت لك ايه 4 integer i equal 1 i اقل او تساوي 5 i plus plus. اوكي وقلت لك هنا system.out.println. لو ديت الاوتر لوب اعرف كده ان انا هيبقى عندي خمسه لاينز، خمسه ايه؟ خمسه لاينز، يعني اللوب اللي بره قالت لي انت هتقف لحد خمسه، فانا عرفت ان عندي 1 2 3 4 5 لاينز. لكن هرسم ايه جوه كل لاين؟ ده هدف اللوب اللي جوه. اللوب اللي جوه ممكن ما ترسمش حاجه، ممكن ترسم نجوم، ممكن ترسم ارقام. فاللوب اللي جوه هدفها انها تقول جوه كل لاين شكله عامل ازاي. اوكي فلما اجي اعمل اللوب اللي جوه اللي هي بتهتم انها ترسم كل لاين من جوه شكله عامل ازاي. فلو جيت على اللوب اللي جوه قلت كده 4 integer j equal 1 j اقل من او تساوي 3 j plus plus. لو قلت له مثلا كل مره اطبع لي الاي، اوكي يعني اللوب اللي جوه دي ما بقتش بتطبع نجوم. انا كده انا اول حاجه واحده واحده اللوب اللي بره ديت قالت لي ان انا عندي 5 لاينز، يبقى اللوب اللي بره بتحدد عدد اللاينز. ما دام في سيستم اوت برنت يبقى اللوب اللي بره ديت بتحدد عدد اللاين، لكن انا جوه كل لاين بعمل ايه؟ ده هدف اللوب اللي جوه. اللوب اللي جوه قالت لي انا كل مره بطبع الاي. طب تعالوا كده نمشي واحده واحده في اللوب اللي جوه. اللوب اللي جوه بتنفذ ثلاث مرات، كل مره بتطبع الاي. الاي انيشال بكام؟ بص بقى تريسنج ازاي بيحصل ستيب باي ستيب. دايما قلنا هنركز على اللوب اللي جوه، بس اللوب اللي جوه دي عشان تشتغل محتاجه معلومه من اللوب اللي بره اللي هي الاي. فاول مره الاي هتيجي للوب ديت بكام؟ هتيجي الاي بكام؟ ب1 عشان ترسم اول لاين. فعشان ارسم اول لاين هرسم كام؟ هرسم ثلاث وحيد. اهي لوب بترسم ثلاث مرات، وبعد كده هنزل سطر جديد.
السطر اللي بعده الاي جت لي بكام؟ حصل لها بلس بلس بقت الاي ب2. فكل مره بدل ما ارسم واحد ارسم اي ارسم كام؟ اتنينات، فارسم 2s بالشكل دوت، بعد كده ارسم 3s، بعد كده ارسم 4s، بعد كده ارسم 5s. يبقى تاني انا دايما ببص على الانر لوب، لان الانر لوب هي اللي بترسم كل لاين، بس الانر لوب احيانا بتحتاج فيد ان بيدخل يشيلها انبوت من الاوتر لوب، اقوم انا اكاتش الاي واشتغل بيها في الانر لوب عشان اطلع الاوتبوت بتاعي. اتفقنا يا جماعه؟ اوكي، كل معايا نكتب واحد عشان نبروسيد على الليفل اعلى. خلي بالكم انا دلوقتي بعلى بالليفل ستيب باي ستيب، بس انا باسس كونسبت. الكونسبت بيقول تاني انت يهمك جدا اللوب اللي جوه، وعشان احيانا وانت عايز تطبع اللوب اللي جوه بتحتاج انبوت من اللوب اللي بره. يعني انا هنا لو كنت بطبع نجوم ما كنتش محتاج اللوب اللي بره في حاجه، كنت هطبع كل مره نجوم وكده كده انا عارف ان هم 5 لاينز، لكن عشان انا بطبع الاي فالاي دي ريليتد باللوب اللي بره، فباخد المعلومه دي كل مره في اللوب من اللوب اللي بره. اتفقنا يا شباب؟ طيب ناخد بقى ليفل اعلى، ان احنا عايزين نرسم اشكال شويه كومبلكس بقى، يعني اشكال نجوم رايحه يمين رايحه شمال. مالك يا نوره؟ اوكي، طبعا الدخل متاخر احيانا، ف المفروض ان هو يخش للناس الريجستر، لان انا مسكت الويز اي كيو. anyway ان شاء الله سيشن متسجله وتقدروا تسمعوا الكلام دوت. زي نو ميسنج ان شاء الله كله متسجل وتقدروا تسمعوا الكلام دوت مره واثنين وثلاثه. اوكي، طيب مور ادفانسد بارت بقى، تعالى نتكلم على الشغل بقى بتاع الميد تيرمز. ادفانسد بارت، طب حضراتكم دلوقتي فتحتوا معايا الميد تيرم بتاع 2011، ميد تيرم 2011، هديكم دقيقتين كلنا نفتح الميد تيرم بتاع 2011. اوكي، اول سؤالين هعمل سكرين شير. اوكي خلاص، ما حدش يفتح حاجه، انا هفتح وانتوا ان شاء الله تقدروا تتابعوا السؤال عندي. اوكي، ميد تيرم 2011 لو كلكم شايفين السؤال اكتبوا على الكيبورد 5 عشان البروسيد. اوكي، ممتاز، تعالوا نعمل تريسنج للسؤال دوت. انا عرفت الاي بدأت بصفر لحد 3. اوكي، اللوب اللي بره، اللوب اللي بره هدفها انها تكرر اللوب اللي جوه 3 مرات. اوكي، اللوب اللي جوه دي بتعمل ايه؟ لما تيجي تعمل تريسنج للكود دوت تعمله ازاي تريسنج؟ بص معايا، انا بس هنقل الكود. اوكي، عشان نبقى كلنا على سكرين واحد. خلاص، فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول 4 integer i equal 0. انا اكتب سؤال هنا عشان الناس اللي مش شايفين، i اقل من 3 i plus plus. اكتب بعد كده 4 integer، كلكم شايفين البورد صح؟ j equal 0 j أقل من 3 j plus plus system dot out dot print ln بيطبع ال i، بعد كده بيطبع space، بعد كده بيطبع ال j.
لما تيجي تعمل تريس للكلام دوت، كلكم معايا يا جماعة، اكتبوا واحد كده اوف. طيب لما اجي اعمل تريسنج للكلام دوت، انا اول مرة الاي هنا بتخش لي بكام؟ الاي هنا بتفيد ان بكام؟ صفر. اوكي، محدش هنا بقى يقول لي ايه اللوب اللي بره 3، انا عندي 3 لاين ليه؟ ما اقدرش اقول عندي 3 لاين بس، لان انا مش بعمل سيستم اوت دوت برنت ال ان جوه كل لوب. يعني انا هنا جوه اللوب اللي جوه هو بيعمل برنت ال ان كل مره، مش بيعمل برنت بس. فالكونسيبت بتاع اللاين دوت هنا اختفى. ليه؟ لما اجي اعمل تريسنج هنا هقول له الاول الاي بصفر، اشتغل على اللوب اللي جوه لوحدها. اول حاجه الجي بدات بصفر، فبيطبع اول مره الاي يعني بيطبع صفر، وبيطبع الجي بصفر. بعد كده دي برنت ال ان، فبينزل سطر جديد. وبعد ما ينزل سطر جديد الجي يحصل لها الاي لسه زي ما هي، الاي ثابته، الجي يحصل لها بلس بلس بقت ب 1 فيطبع 0 1. بعد كده عمل برنت ال ان، نزل سطر جديد بقى 0 و 2. بعد كده حصل بلس بلس، الجي بقت ب 3 بقت 0 و 3. ال 3 اقل من 3 لا، هيطلع بره الايه؟ بره الانر لوب. يبقى ديت معناها اول، دي معناها الانر لوب، يعني كل مره في الانر لوب بينفذ الكلام دوت. دي الانر لوب لما كانت الاي، ايه الاي ايكوال كام؟ صفر. طبعا اول مره صفر وصفر، صفر وواحد، صفر واثنين. جه عمل جي بلس بلس، الجي بقت بثلاثه، ثلاثه مش هتقل او تساوي ثلاثه، هيطلع بره اللوب. لما يطلع بره الانر لوب ديت هيعمل ايه؟ هيطلع يزود الاي بلس بلس، تبقى الاي بكام؟ ب 1. يبقى هنا الفيد هيبقى ب 1. اوكي بالظبط، بيرجع للاوتر. يعني كل مره يخلص فيها الانر يرجع للاوتر تاني، يزود الاي وياخد الاي الجديده. الاي داخلي دلوقتي بايه؟ ب 1. هبدا بالاول بقى، هطبع الاي ب 1، يعني هطبع ايه؟ هطبع 1 والجي ب 0. بعد كده 1 و 1، بعد كده 1 و 2. كده خلصت الانر لوب، خلصت كده الانر لوب لما كانت الاي بكام؟ ات الاي ايكوال ايه؟ ايكوال 1. ارجع تاني بره في الاوتر لوب، ازود الاي بلس بلس، تبقى الاي داخلي بكام؟ ب 2، وهكذا. هو دوت التريننج، هو ده التريسنج. التريسنج انك بتاخد كل مره الاي وتشتغل في الانر لوب. طب انا ليه هنا ما اقدرش اشتغل بكونسبت اوف الرو والكولومز؟ لان هو في كل مره في البرنت بيعمل برنت ال ان، يعني كل مره في الانر لوب بينزل سطر جديد. لكن في الكودز اللي فاتت احنا كنا كل مره بنطبع الاي من غير ما نعمل برنت ال ان، كنا بنعمل برنت ال ان بعد ما اللوب تخلص. فتفرق كتير انك تعمل برنت ال ان جوه اللوب اللي جوه، هتضطر تنزل سطر جديد كل مره. لكن برنت ال ان بعد ما اللوب اللي جوه تخلص، معناها ان بعد ما تخلص اللاين انزل سطر جديد. اوكي، لو الناس كلها معايا اون ذا تراك بليز تايب 5. اوكي، ممتاز. طيب نقولها كده بسرعه تاني يا محمد يا سلامه، نقولها كده بسرعه تاني، والتكرار يعلم الايه؟ يعلم الشطار. اوكي، طيب لما تيجي تبدا في اي لوب، خلاص تخيل ان اللوب اللي جوه هي اهم لوب عندك، هي اللوب اللي بتنفذ الشغل كله. بس ما عليك ان اللوب اللي بره بتديها فيد او بتكررها كذا مره. اللوب اللي جوه هنا كل مره بتطبع الاي والجي، فاول مره الاي دخلها بكام؟ دخلها بصفر. فالاي هنا لما تخش بزيرو هيطبع اول مره 0 0، بعد كده 0 1، بعد كده 0 2، لان الجي بدات بصفر وعماله تتغير لحد ما اقل من 2. طب لما الجي توصل ل 3 خلاص كده اللوب اللي جوه خلصت، بيعمل ايه؟ بيطلع بره البرنامج؟ لا، بيطلع على اللوب اللي بره، يزود الاي يخليها بكام؟ ب1، ويعمل فيد ان اللوب اللي جوه، الاي يا جماعه بقت ب1، يشتغل على اللوب اللي جوه 1 و0 1 1 1 و2، لانه كل مره بيطبع الاي وبعد كده الجي، والجي عماله تتغير من 0 لحد 2. بعد كده اللوب اللي جوه خلص، بيطلع على اللوب اللي بره بيعمل لها بلس بلس. اوكي، بيعمل لها بلس بلس، تبقى الاي بايه؟ ب2، وهكذا. ده الكونسبت اللي انت تمشي بيه. لو اللوب اللي جوه بتعمل سيستم اوت دوت برنت بس، يبقى هي بتطبع سطور. لكن لو جوه اللوب اللي جوه بتعمل سيستم اوت دوت برنت ال ان، يعني معناها ان هو شغال جوه اللوب اللي جوه ده، يعني اول سطر في اللوب اللي جوه. اول سطر شكله عامل كده ليه؟ عشان هو بيعمل برنت ال ان جوه اللوب اللي جوه. لكن حقيقه ان هو كان عامل برنت بس هنا اهوت، كنت هتلاقي حضراتكم الحاجات دي كلها اتطبعت جنب ايه؟ دي كلها اتطبعت جنب بعضها في وان لاين. فبالتالي بان عندك الكونسبت بتاع الايه؟ الاوتر لاين والانر بيعمل ايه؟ اللاينز. اتمنى كده يا جماعه تكون وضحت.
عشان نروح لجزء more advanced شوية. اوكي الناس بقى اللي لسه عندهم مشكلة ان شاء الله يا اما يراجعوا الفيديو يا اما ان شاء الله في الـ open questions ممكن يسألوا الأسئلة كلها. اوكي عشان نجو فورورد اكتر من كده. اوكي يا شباب، طيب تعالوا بقى نتكلم على الدروينج يعني بشكل خاص بقى في نيستد لوبس. هتكلم على الدروينج، والحقيقة الطلبة كتير كتير سألوني على الدروينج، وطلبة كتير بتستغرب من الحل، يعني الحل دوت جه من فين؟ الحل اللي هو i equal equal j و j equal equal 1 و n في 5 minus 2، تلاقي كده equations في الحل، فتلاقي الناس مش عارفة الحل الجميل دوت طلع من فين يعني. الحقيقة الموضوع فيه طريقة تفكير، وانس انك عرفتها تقدر تشتغل بيها، لكن محدش بيكتب الايكويشن دي من دماغه. اوكي انا في الدروينج عندي طريقتين للحل، عندي طريقتين للحل. اوكي ركزوا معايا في الحته ديت عشان دي فيري فيري امبورتنت. الكلام اللي بقوله دوت ممكن ما تلاقوش في الكتب، ده يعني باي ليرنينج، يعني انا اتعلمته من حد فبعلمه لحد تاني وهكذا، وانت تعلمه لغيرك وهكذا. فخلاص بيسموه education by learning مش education by reading، فحاولوا تفهموا ان شاء الله تستفادوا باذن الله وتفيدوا غيركم باذن الله بعد كده. فالدروينج فيه طريقتين جمال جدا. خلاص يا سلام عليك يا شوكت. طيب اول طريقة ان انا بستخدم فيها يلا عشان نفوكس بقى، اول طريقة في الدروينج ان انا بستخدم فيها الرو والكولوم، الرو والكولوم فاليوز، وتاني طريقة هنسميها equation. اوكي الرو والكولوم فاليوز ديت لما يكون عدد استخدمها امتى، يعني لما يكون عدد النجوم، عدد النجوم مش شرط النجوم او الارقام اللي بتترسم او الارقام قليل، ساعتها بستخدم الطريقة الأولانية اللي اسمها رو اند كولوم فاليوز. الطريقة التانية لما تكون الرسمة هيفي، يعني ايه هيفي؟ يعني رسمة تقيلة فيها نجوم كتير وفيها أرقام كتير مش عدد بس قليل. اوكي جاهزين ناخد أول جزء؟ لو جاهزين إن شاء الله اكتبوا لي 5 عشان البروسيد إن شاء الله. ركزوا معايا وخلي معاكم ورقة وقلم. خلاص طيب أنا هبدأ بأول طريقة اللي هي بتقول لك لو عدد النجوم عندي قليل. اوكي زي ايه مثلا؟ يعني مثلا عاوز ارسم حاجه بالشكل دوت، طبعا هرسمها نجوم وارقام وكل حاجه، عايز ارسم حاجه بالشكل دوت، فهنا عدد النجوم عندي قليل زي ما انتم شايفين، هو خط كده مايل باليمين. فالطريقه دي بتقول لك ايه؟ عشان تقدر تعمل الكلام دوت، اوكي عشان تقدر تعمل الكلام دوت، الصوت واضح يا جماعه؟ صوت واضح؟ طيب فبعمل ايه؟ اول طريقة بتقوم عامل تيبل كده لطيف، ودي بقى طريقة الحل. خلاص تقوم مقسم التيبل دوت لرو لكولومز وروز، عملته 4 في 4 عشان هو قال لي ارسم لي 4 نجوم. اوكي قال لي ارسم لي ايه 4 نجوم. والتيبل دوت فيه رو فيه كولوم، الرو اللي هو 0 1 2 3، الكولوم اللي هو 0 1 2 3. خلاص فأنا عندي اللوب اللي بره 4 integer i، أنا عندي 4 lines فأنا عارف اللوب اللي بره هتبدأ من الصفر، i أقل من كام؟ من 4. ركزوا معايا في الطريقة ديت i بلس بلس. واللوب اللي جوه اللي هي باللون الأخضر أقول له 4
integer j equal صفر j أقل من الأربعة j plus plus. اوكي ماشي يا شباب. هعمل انا هنا ايه بقى؟ انا عندي دوت يمثل ده يمثل الاي اللي هي عدد الروز اللي عندي، ودوت يمثل الكولومز اللي هي تمثل الجي. اول حاجة تفكر فيها تدور على الاماكن اللي بترسم فيها النجوم. ايه علاقة الاي والجي في الاماكن ديت؟ علاقة الاي والجي في الاماكن ديت، يعني هنا المكان ده صفر وصفر، المكان دوت واحد واحد، المكان ده اللي هو اتنين واتنين، المكان ده اللي هو تلاتة وتلاتة. ده في ريليشن ان الاي بتساوي الجي، صح؟ فاجي هنا في الكود اقول له الاتي، اقول له والله if condition if ان الاي equal equal الجي system out to print اطبع لي ايه؟ نجمة. else system out to print اطبع لي space. تخيلوا ان الكود دوت فعلا هيرسم الشكل اللي قدامنا. very simple. بدور على الاماكن، على الاماكن اللي بطلع ريليشن ما بين الاي والجي الرو والكولوم اللي فيها النجوم. طيب افرض قلت لك طيب ممكن الشكل ده بقى ايه تظبطه لي شويه؟ ممكن والله. طب حضرتك عايز ايه؟ تحت امرك يا فندم، خدمه العملاء معاك، خدمه طلبه الجي سي معاك. قال لك والله انا حابب انك تعمل لي نجوم كده في الاول، نجوم كده كمان في الاول. تقول لي والله عشان اعمل لك النجوم ديت، النجوم دي مشتركه ان الاي او الجي علاقتهم ايه؟ والله انا ملاحظ ان كل النجوم ديت ان الجي بتاعتهم بكام؟ بصفر، صح؟ هتلاحظوا ان الجي هنا كلها بصفر. قوم حضرتك كل اللي عليك انك تعمله انك تقول له، انك تقول له بمنتهى البساطه كده تزود اور كونديشن، تقول له او لو لقيت الجي بصفر بس كده خلاص. لو لقيت الجي بصفر يعني ده كله الجي بصفر، هعمل لك كل النجوم ديت بس، يبقى اعمل لك الشكل دوت. اوكي طب افرض عاوز اكمل حرف الان، اكمل حرف الان اللي هو دوت عشان يبقى كانه حرف ان، ان شاء الله تجيلكم المساله ديت. عشان اكمل حرف الان دوت، والله دول كلهم مشتركين ان الجي بتساوي 3. ممتاز يا مصطفى، ممتاز. المفروض هنا اقول له ان الجي اور الجي كمان بتساوي 3، ان اخر كولوم دوت الجي كله بتساوي 3. ايكوال ايكوال 3. اوكي كده يرسم لي الشكل دوت. لا مش اند، لان هما لو اند هيبقى كلهم ليهم نفس الكونديشن. الاور معناها يعني لو ده او ده او ده عشان يرسم لي التلات خطوط اللي هما الخط دوت والخط ده والخط دوت. اوكي طيب ممكن ناخد بقى سؤال ادفانسد من ميد تيرم ونحله سوا على الجزئيه ديت، عشان انا عايز اقفل الطريقه ديت، اتاكد انكم فهمتوها قوي الطريقه ديت. اوكي ناخد سؤال ادفانسد شويه، تمام يا شباب؟ لا البيراميد غزالي في الهيفي، البيراميد في الايكويشن في الهيفي، الطريقه ديت في النجوم القليله. طب تعالى ناخد مثال تاني، جاهزين؟ والله انا يعني نفسي كل الطلبه تتعلم الطرق ديت، لان في الاخر هو ده الطريقه اللي انت المفروض تحل بيها، مش المفروض انك تشوف السؤال وتتخض او تشوف الاجابه وتترعب، يعني هو المفروض في الاخر انك تفهم الطريقه وتحل بيها. يعني بس يعني. طيب. افرض قال لك اعمل لي الشكل دوت. طب خليك معايا نورة وان شاء الله تعرف تحل السؤال دوت. افرض قلت لكم اعمل لي الشكل دوت.
اوكي الشكل ده اللي هو بيرسم خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، عذرا، وخط كده. خلاص هعملها ازاي؟ هقوم عامل كده، هقوم عامل كده، ده بقى 5 نجوم. فانا عندي النجوم شكلها عامل كده اهوت. فانا برسم خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، اوكي. وهنا عندي دي الاي اللي هي 0 1 2 3 و4، دي اللي هي الاي، والجي اللي هي الانر لوب 0 1 2 3 4. اول حاجة الخط اللي هو كده، اللي هو كده، الخط اللي هو كده دايجونال، ده احنا عارفينه، اللي هو الكونديشن بتاعه ان الاي، ها الكونديشن بتاعه ايه؟ ان الاي ايكوال ايكوال الجي، ممتاز. اور طيب، عايز ارسم الخط اللي هو في النص دوت عند الجي ايكوال تو، او الجي ايكوال ايكوال كام؟ مش 2 بقى، ايكوال ان على 2، لان ده لاي ان، يعني هنا الان بكام؟ الان ب5، لما اقسم 5 على 2 تديني كام؟ 2، فديت لاي ان، اوكي؟ فده يرسم لي الخط اللي ايه؟ اللي بالطول، اوكي؟ فده يرسم الخط اللي ايه؟ اللي بالطول دوت. عشان ارسم الخط اللي بالعرض دوت هقول له او اقول له اور، اور ايه بقى؟ اور ايه بقى؟ اور الاي ايكوال ايكوال ان على 2، عشان ارسم الخط اللي بالعرض دوت، لان الاي ثابته بكام؟ الاي ثابته فيه بكام؟ ب2. هيتبقى لي بقى اللاين الدياجونال دوت. مين يقدر يقول لي ايه الايكويشن بتاعت اللاين الدياجونال دوت؟ ها اقول له ايه؟ ايه علاقه الاي والجي هنا؟ هنا الاي بصفر والجي ب4، اوكي. النقطة ديت اللي بعدها 1 و3، النقطة اللي بعدها 2 و2، ها النقطة اللي بعدها 3 و1، بعد كده 4 و0. أقولها ازاي بقى؟ طبعا انتوا خدتوا حاجه في الماث اسمها انك تجنريت ايكويشن باي تو بوينتس، فدي تقدروا تعملوها. فحد يقدر يقول لي ايه علاقه هنا الاي بالجي في الحاله ديت؟ دي الاي وديت الجي. يلا اي بلس جي ايكوال ان ماينس 1. احنا بنتكلم على الخط اللي هو الدياجونال دوت، اللي هو الدياجونال العكسي. الدياجونال العكسي ازاي نرسمه؟ اي ايكوال ان ماينس جي، فعلا الاي ايكوال ان ماينس جي. 5 ماينس 4، لا الاي هنا بصفر،
وهنا 5 ماينس 4 بكام؟ بواحد. يبقى ال i equal n minus j minus 1 صح؟ لو هنا عوضت هنا بال i بصفر، هل صفر equal 5 ماينس 4؟ يبقى i equal n minus j minus 1. i equal n minus j minus 1. طب تعالى نعمل الكلام دوت على الجافا، اوكي؟ ناخدكم معايا على البرنامج بتاع الجافا وتعالوا ننفذ الكلام دوت. البرنامج بتاع الماث دوت راندوم، بس احنا هنعمل بروجرام جديد دلوقتي. طيب شايف كلها شايفه السكرين بتاعتي؟ اكتبوا واحد. واحد معلش لو كلكم شايفين السكرين بتاعتي. انا هعمل لوب اللي بره for integer i equal 0 i اقل من 5 i plus plus for integer j equal 0 j اقل من 5 j plus plus. كل مرة أقول له system dot out print انزل لي سطر جديد. اوكي هعمل ايه بقى في اللوب ديت؟ لو انا قلت له if ال i equal equal ال j system out print body نجمة system out print بس، هيحصل ايه؟ لو عملت run الكلام دوت دي خمس نجوم. طبعا لازم اعمل قوسين اللوب ديت واعمل ران للبروجرام كدهوت فطبعهم لي تحت بعض، اوكي؟ بس انا عاوز يطبعهم دياجونال. To print the body space. Print بس مش print ln. فيطبع شكلهم بالشكل دوت. يبقى هنا طبعا لما الاي بتساوي الجي طبع الدياجونال دوت. طبعا لو عاوز اطبع الكولم اللي في النص هقول له اور، يطبع لي الكولم اللي في النص هقول له اور ان الجي ايكوال ايكوال 5 على 2. او ان على 2. ساعتها لما اعمل رن للفايل هتلاقي طبع لي الدياجونال وطبع لي الايه العمودي. تعالوا كده اكبر لكم الاوتبوت عشان تشوفوه اكتر اوضح. خلاص تعالوا نكبر كده الاوتبوت. يبقى هنا عشان يطبع الدياجونال دوت ال i equal j طبع لي الدياجونال دوت، اللي طبع لي الكولوم دوت ان ال j equal 5 على 2. طب عشان اطبع رو بالعرض هقول ايه؟ هقول له or ان ال i equal equal j 5 على 2. فلما اعمل run تلاقيه طبع لي ايه؟ line بالعرض. يبقى طبع لي كده line بالطول ولاين بالعرض ولاين diagonal. طب الدياجونال الاخير اللي هو كده ان انا جبت الريليشن الاخيره، انا قلت له جاب لي احمد خضر معايا اقول له ايه؟ اقول له ان الجي ايكوال ان ماينس اي كانها ازاي افتكر جي ايكوال ان اي ايكوال ان ماينس جي ماينس 1.
ماينس 1. اوكي صح كده، كتبنا i equal n minus j minus 1. لما اعمل لها run ده الاكسبشن، مفيش حاجه اسمها ان، اسمها 5. ثانيه عشان اللابتوب يفصل صح، اسمها 5. لما اجي اعمل run الكلام دوت هيطلع شكل عامل كده، هيبقى عندي diagonal كده وdiagonal كده وdiagonal بالعرض. اوكي واضح يا شباب؟ معلش كنت بجري لان التسجيل نفسه كان هيضيع مننا. الحمد لله انقذته، الحمد لله انقذنا التسجيل. اوكي طيب واضح يا شباب؟ فدي كده اول طريقه. اول طريقه دي لما اكون عايز ارسم معاكم لما اكون عايز اشتغل بالطريقه الاولانيه خالص، اللي هي اللي احنا قلنا عليها لما اكون عايز ارسم عدد نجوم قليل. صوت واضح كده يا جماعه؟ صوت واضح؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا اول طريقه في الدروينج. اخر طريقه اللي هي طريقه الايكويشن. الايكويشن دي بستخدمها لما اكون عاوز اعمل هيفي دروينج، عايز اعمل بيراميد، عايز اعمل حاجه فيها ارقام والارقام دي كتيره. ف بستخدم ايه بقى؟ بستخدم الطريقه التانيه اللي هي ايه؟ ايكويشن. اوكي احنا هناخد دلوقتي بريك 10 دقايق لحد الساعه 9:45 دقيقه، هنبدا ان شاء الله بالايكويشن وهنتكلم بعدها على الميثودز والسترينج. اوكي تيك يور بريك 10 مينتس اونلي، هنرجع ان شاء الله بتوقيت القاهرة الساعة 10:15. اوكي اتفقنا يا شباب؟ عشان لازم اوقف التسجيل واسيبه.